السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنحاول ما أمكن نشرح واحد الموقع رائع جدا اسمه Clean Up Pictures. هذا الموقع هذا كينظف لك الصورة بأي أوبجي بغيتي، مثلا أي تكست، مثلا عندك صورة فيها تكست فيها نص كتمسح النص وتخلي مثلا ديك الصورة، عندك مثلا صورة ديالك مع أشخاص بغيتي تمسحهم وتحتفظ غير بالصورة ديالك بوحديتك كتمسح الأشخاص اللي فيها، اي اوبجي مثلا في الصوره كتمسحو بكل سهوله وفي ثواني معدوده، كذلك كيربحك الوقت وكيغنيك عن استعمال فوتوشوب. يعني في الاونه الاخيره بدينا كنلاحظوا العديد والعديد من المواقع بحال هذا اللي كيعتمدوا في العمل ديالهم على الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله غادي نقوموا بالشرح العديد من مثل هذه المواقع في الايام المقبله ان شاء الله. اذا نقوموا على بركه الله بشرح هذا الموقع. هذا كما كتلاحظوا هذه الواجهه ديال الموقع، عندنا هنايا هذا المربع الاخضر هنايا، واذا بغيتي تسيليكسيوني شي فوتو عندك في سطح المكتب ديال الحاسوب ديالك كتسيليكسيونيها وكتقوم بالعمل اللي حنايا ما سيليكسيونش الفوتو، غادي نقومو باختيار مثلا هذا الحذاء الرياضي. هذا الحذاء الرياضي كما كتشوفوا ذو جوده عاليه، غنحاولوا ما امكن نمسحو منه بعض المسائل. هنايا عندنا براش كنكبروا ونصغروا هذه الاداه هذه اللي كتقوم بالمسح، حنايا غنحاولوا ما امكن نصغروها شي حاجه ونمسحوا هذا اللوغو. هذا اذا كما كتلاحظوا اللوغو اختفى واحتفظنا بالصوره كما هي، يعني بحال اللي ما كانش حتى حاجه هنا. نحاولوا ما امكن نمسحوا هذا اللوغو، هذا كبير شي حاجه على الاولاني. اذا كما كتلاحظوا اختفى اللوغو الثاني ايضا. اي حاجه بغينا نمسحوها من هذه الصوره هذه كنمسحوها ومع الحفاظ على الجوده ديال الصوره. اذا الصوره الاولى ها كيفاش كانت، الصوره الثانيه ها كيفاش ولات. بغيتو تحملوا هذه الصوره هذه كتكليكيو على داونلود كما العاده، بغيتوها صوره اتش دي كتسيليكسيونيو اتش دي، ولكن هنا كيطلبوا منكم الايميل الخاص بكم او التسجيل عن طريق الجيميل، ما تستافدوا من هذه الميزه هذه والامر جد سهل. اذا نرجعوا للواجهه ديال البرنامج، نحاولوا ما امكن نكتشفوها قليلا معكم ونخليكم الباقي تكتشفوها نتوما راسكم. اذا ها الصور، انا مجموعه من الاشخاص هذه على ما اظن، هذه الصوره هذه ملتقطه بالكاميرا ولا الهاتف. هنايا بقى غير المنظر، الاشخاص اللي كانوا هنايا الجوج اختفوا. اذا حفاظ الجودة، يعني هذا هو المضمون، يعني كيحافظ لك على الجودة ديال الصورة من التشويش. هنايا بعد الشهادات ديال المستعملين لهذا الموقع، هنايا بعد الشركات اللي كتستعمل هذا الموقع في التصاميم ديالها. هنايا عندنا الباقة اللي فيها جوج ديال دولار مثلا كتعطيك unlimited image. صراحة هي بحال مجانية بحال مدفوعة، ما كاينش اختلاف، نستعمل المجانية حنايا ان شاء الله. من الانفه الصاعده غادي نحاولوا ما امكن نشرحوا اي حاجه مجانيه. هنايا نخليكم هادشي كامل تكتشفوها راسكم وغنهبطوا شي حاجه. وعندهم واحد الخدمه اخرى هنايا في هذا الموقع، الا وهي حذف خلفيه الصور. مثلا قوموا بالضغط على هذا الايقونه غيدينا مباشره لواحد الموقع اخر. اذا هذه واجهه موقع اخر. هنا يا اخواني اخواتي عاود نفسها، يعني ماشي مختلفه بزاف على الموقع الاول، ولكن الخدمه ديالها هي انها كتمسح الخلفيه ديال الصوره. مثلا نختاروا هذه الصوره هذه، عندنا الاخوان هذه الصوره ديال هذه السياره الرياضيه، نحاولوا ما امكن نمسحوا هذه الخلفيه هذه كما كتشوفوا. عطتنا هذه الاداه هذه كتقوم بالإزاحة الخلفية بكل سهولة هكذا، وتقوم بالضغط على زر داونلود لتحميل هذه السيارة بدون خلفية. إذا إخواني أخواتي هذو هما جوج المواقع اللي يقدموا يعني خدمة رائعة، وإن شاء الله غنحاولوا ما أمكن نشرحوا مواقع أخرى حتى لنا يكون ساليت هذا الفيديو. لا تنسوش تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إن شاء الله لتعم الفائدة على الكل، ومشاركة الفيديو مع الأصحاب والأصدقاء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.